للمزيد ينضم إلينا مباشرة من مارسيليا في فرنسا خالد شقير مراسلنا هناك. مساء الخير يا خالد، وطبعا حزمة جديدة من العقوبات تفرض على روسيا. ما هي العقوبات التي تتوقعون أن تفرضها فرنسا على الأقل وفقا لما يتم تداوله في وسائل الإعلام حاليا؟ تحياتي دينا ليكي ولأحمد ولكل السادة المشاهدين. بالطبع هناك كثير من الخطوات تحاول الحكومة الفرنسية اتخاذها مع طبعا المجموعة الأوروبية، مجموعة 27، وذلك في محاولة لدعم أوكرانيا. أورسولا فوندرلاين وفي مدينة ستراسبورغ صباح هذا اليوم تحدثت بعد أحداث بوتشا على أننا مصممين على دعم أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى. جمع الأدلة وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة والوقوف إلى جانب أوكرانيا. وتحدثت أيضا على أنها أخبرنا الصين بأنه يجب أن يكون لها أكثر موقف، أكثر صرامة مع الجانب الروسي، ولا يجب أن تكون يعني محايدة في مثل هذا الوقت. بالتأكيد هناك الكثير من القرارات الصعبة التي ستدخل، وتوقع الاقتصاديون أنها تدخل إلى حيز التنفيذ، منها عدم استيراد الفحم. وعدم استيراد الفحم سيحرم روسيا من 4 مليار يورو سنويا على حد قول المختصين، وليس فقط الفحم، منع أيضا توريد بعض من ال خالد. نعم، سمع لي. ألو خالد، هل تسمعني الآن؟ نعم نسمعك جيدا. تفضل خالد أكمل. يعني هناك كثير من القرارات بدأت يعني الحديث عنها لحرمان الجانب الروسي من 10 مليار يورو مثلا، في منع وصول بعض من المعدات الإلكترونية إلى الجانب الروسي 10 مليار يورو سنويا. وهناك أيضا الكثير من القرارات التي ستصدر في حق أيضا رجال أعمال وروس محسوبين على الجانب، على الرئيس الروسي بوتين، وأيضا محاولة تأميم عدد من أصولهم المتواجدة هنا في فرنسا وفي أوروبا. طبعا بشأن النفط لا أحد يتحدث عن موضوع الغاز. طبعا هناك قرارات ستصدر ويتم الاتفاق عليها، وسوف نعلمكم بها في حين يعني وصولها إليها. خالد، يعني الانتخابات الفرنسية قاربت على البدء يوم 10 من الشهر الحالي، وربما الأزمة الروسية ألقت بظلالها على الأزمة ربما في شكل تباين في المواقف بين المرشحين أماري لوبان والرئيس الفرنسي في هذه الانتخابات. ربما ماري لوبان تميل إلى ناحية التوافق مع روسيا، وهذا ما يقلق الغرب، وربما يأتي في صالح ومتوافق مع رأي كثير من المرشحين الفرنسيين، في مقابل موقف متشدد من الرئيس الفرنسي الذي سحب عددا من الدبلوماسيين من روسيا وطرد عدد من الدبلوماسيين الروس من باريس. فبالتالي هذه الانتخابات الآن دخل فيها هذا الشق بشكل كبير، ربما كان هذا متوقعا، لكن إلى أي مدى هو الشقاق في هذه الانتخابات؟ الحقيقة أحمد، لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة والانتخابات الرئاسية الفرنسية تحظى اهتمام بملف خارجي. هذا الملف فرض نفسه، الملف الروسي الأوكراني، وبالتأكيد كان هناك تحول ما، تغير ما في تصريحات مارين لوبان بعد أن يعني اقتربت الساعة والجولة الأولى للانتخابات الفرنسية. وهذا أكد عليه الرئيس الفرنسي بالأمس خلال جولة لم يذكر اسمها، ولكن الجميع يعني فهم من كلماته أنه يوجه اتهامات لها، لأنها كانت في البداية من المتعاطفين الحقيقة أحمد مع الرئيس الروسي، وكانت تدعو دائما على دعم الرئيس الروسي وعدم استعداد
أداء الرئيس الروسي. ولكن الموقف موقف مارين لوبان الحقيقة ليس موقف مارين لوبان فقط، ولكن بدأ جليا أيضا كموقف في رئيس وزراء المجر ورئيس وزراء بولندا. وهناك محاولة من الجانب الروسي على حد يعني بعض المحللين السياسيين هنا بشق الصف الأوروبي، ولهذا الرئيس الفرنسي والحكومات الأوروبية وأرسولا فون دير لاين والجميع يتحدث عن اتخاذ قرارات موحدة، وبصفة خاصة أن أحزاب القريبة من اليمين المتطرف هي التي تدعم الجانب الروسي. إذن الناخب الفرنسي أصبح يهتم بالفعل بهذا الجانب وعنده ثقة في الرئيس الفرنسي، وبصفة خاصة أن الرئيس الفرنسي كان قبل الأزمة وأثناء الأزمة وبناء على طلب من الرئيس الأوكراني هو في حوار وترك الباب مواربا لاستكمال هذا الحوار مع الرئيس الروسي لإيجاد مخرج ووقف العمليات العسكرية فورا في أوكرانيا، لأن إذ لم تتوقف هذه العمليات ستتسبب في أوضاع اقتصادية سيئة للغاية نلمسها هنا أحمد على أرض الواقع الحقيقة. خالد، طبعا الشركات الكبرى بالذات تلك التي تعمل في روسيا في موقف لا تحسد عليه بسبب الضغوط الدولية على روسيا وبالتالي على كل من لديه علاقات قوية معها. هل يمكن أن توضح لنا موقف تلك الشركات الآن؟ هل هناك نية مثلا لسحب الأعمال والاستثمارات من روسيا على وقع هذه الأزمة؟ بالفعل يعني استسلمت شركات كبرى مثل توتال وايضا سوسيتي جنرال وكثير من الشركات الفرنسيه، واعلنت وقف وتجميد شركاتها والعمل في القطاع في روسيا في الداخل الروسي، بالرغم من ان الحكومه الفرنسيه لم تطلب منهم هذا وترك ورمت الكره في ملعب هذه الشركات الفرنسيه. الحقيقه دينا هناك تخوف كبير جدا من هذه الشركات الفرنسيه، و جريدة ليزيكو الاقتصادية قالت أن هناك شركات تتوارى خزيا من أنها ما زالت تعمل في الداخل الروسي، وبصفة خاصة أن هناك مطالبات بمقاطعة الشركات التي ما زالت تعمل في روسيا، وهذه الشركات هي شركات كبيرة ومعروفة، ولهذا تخشى من الخسائر التي تتكبدها وسط يعني نوع من أنواع التضخم أو الركود التضخمي، ويعني هذه الأجواء الاقتصادية وعدم زيادة في المشتريات، هذا ما لمسناه. نعم. داخل المتاجر الفرنسية الكبرى. نعم. انخفاض كبير جدا في عملية حركة البيع والشراء. خالد، سأطرح عليك سؤالا طرحته على الزميل عربي مرزوق منذ قليل، وهو يعني طريقتكم في فرنسا للتعامل مع هذه الأزمة، ترشيد استهلاك الوقود مثلا، اختلاف استخدام وشراء المنتجات الغذائية، كيف يمكن أن تصف لنا تجربتك أنت بشكل شخصي؟ الحقيقة يعني دينا سجلنا بكاميرا إكسترا نيوز بعض هذه المظاهر مثلا لترشيد الاستهلاك استهلاك الوقود، وبالرغم من قيام الحكومة الفرنسية بدعم 15 سنتيم لكل لتر بنزين لأي أحد يملك سيارة خاصة أو سيارة في مجال النقل العام، ولكن الفرنسيين في محاولة للتقليل والترشيد من المصروفات بدأوا يقومون بركن سياراتهم، وإما أخذ وسائل المواصلات العامة زي المترو والترامواي وغيرها، أو استقلال دراجات هوائية ودراجات كهربائية، أو استخدام سيارات كهربائية، وهذا ما لمسناه في هذا الجانب. إذن الفرنسي يقوم بمحاولة التعايش مع الأزمة الاقتصادية بتغيير يعني سلوكه اليومي، يترك سيارته ويأخذ المواصلات الداخلية ويستخدم سيارته غير في المشاوير الهامة فقط. والآن أيضا نجد كثيرا من الفرنسيين يقومون بأخذ الدراجات الكهربائية والدراجات الهوائية وأيضا السيارات الكهربائية التي بدأت تنتشر للحفاظ على
البيئة من ناحية، وأيضا للتقليل من المصروفات من ناحية أخرى، وذلك بعد ارتفاع رهيب جدا دينا في المتاجر الفرنسية، لدرجة أننا تجولت بكاميرا إكسترا نيوز داخل أحد أهم المتاجر الفرنسية التي أقوم بشراء مشترياتي منه، كان شبه فارغا وسط أيضا نقص بعض من المنتجات الغذائية مثل الزيت، زيت عباد الشمس على وجه التحديد. مراسلنا في مارسيليا خالد شقير، أشكرك جزيل الشكر، سنكون معك بالطبع في إطار هذه التغطية وفي تغطيتنا للانتخابات الفرنسية إن شاء الله.